السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. اليوم غندير تتمة تاع الفيديو الأولاني اللي كنت هضرت على الأرشيف تاع الأعمال اليدوية، اللي فيه الأعمال اليدوية ديال جميع المناسبات الدينية والوطنية والوحدات. هنا كاين الفاز مزهرية ديال فصل الربيع، ممكن تقدم في عيد الام، عيد المراه، هو سهله بزاف ومنظرها زوين بزاف. هذه بطاقه ديال المسيره الخضراء، بسيطه بزاف. وهنا الرمل، حبات الرمل الذهبية، هو عمل يدوي بسيط بزاف وسامبل وزوين، كتقدم على شكل بطاقة. ديك الورقة اللي عوشت مع اللوغو تاع ليكول اللي كنت فيها، ما كاين لاش تبان. وهنا عمل يدوي ديال كولي، كيدار بوراق بيضين فيهم الصباغه. حنا كنختاروا الصباغه اللي بغينا، ولا كتخليو الاختيار للوليدات يختاروا الصباغه اللي بغاو. من بعد كيتقطعوا البريقات على شكل طولي وكيترولاو، كتخلي البلاصه فين يدخل الخيط، وكيديروا الوليدات هما اللي كيديروا الفيلاج، يعني هما اللي كيدخلوا الخيط في دوك البريقات. هو عمل يدوي بسيط وسهل، وكيديروا به دي كوليه دي براسلي. هاد العمل يدوي ديال عيد المولد النبوي ولا الذكرى مولد النبوي، الشكل ديالو حتى هو بسيط بزاف، حتى هو فيه الفيلاج. يعني الا كان ولاد لاغوند راه يقدر يديروا الفيلاج بوحدهم، نتوما كتقبوا لهم بهذيك الثقابه تما. وهنا كيديروا يا اما هما يديروا لا بانتور، يا اما ورقه خضراء تلصق وتكتب فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيدار من فوق من البغيون. وهنا ديال عيد الاضحى في الكولاج، كيلصقوا الوليدات القطن من الفوق ديال الكبش. وهذا ديال وحدات المنزل، غنلقاو في فيديو اخر. كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، ما تخلوش عليا اللايك الا عجبكم الفيديو، ديسلايك ما عجبكمش، والتعليقات ديالكم اسفل.